اهلا وسهلا عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. هنتكلم النهارده عن فيلم سبايدر مان الجزء الثالث اللي هينزل 2021، وعليه كلام لغايه دلوقتي ان هو ممكن يخلي فيلم سبايدر مان الجزء الثالث ده ممكن يكون اعلى ايرادات دخلت في جيب مارفل. هتقول لي ليه يا ابو حميد؟ هقول لك عشان الاشاعات الكتيره جدا اللي طلعت ان توبي ماجواير صاحب اول ثلاثيه الافلام سبايدر مان، وايضا الفنان اندرو جارفيلد اللي كان عامل الجزء الاول والثاني بس من اميزنج سبايدر مان 1 واميزنج سبايدر مان 2 اللي كان في الجزء الثاني فيه الفنان الكبير جدا جيمي فوكس اللي كان قايم بدور الكترو. هنتكلم بتفاصيل اكتر واكتر، يا ترى الفيلم ده هيتعمل ولا لا، هنتكلم عن مستقبل الافلام دي والاشاعات اللي عماله كل يوم بتطلع عن الفيلم ده بالذات اللي فعلا يا جماعه لو اتعمل الحوار ده هيبقى عالي قوي. بس قبل ما ابتدي الحلقه طبعا عايزك تصبرني لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره، وعايزك تشارك على انستغرام بيج وفيسبوك بيج وتدوس على جرس التنبيهات عشان تجيلك الحلقه اول باول، ويلا بينا نخش في الحلقه. مبدئيا كده يا جماعه هبتدي معاكم سبايدر مان واحده واحده. نبتدي كده مثلا بدايه من ثلاثيه توبي ماجواير اللي هي محببه على قلبي لان انا من ابناء الجيل ده اللي هو اول ما فيلم سبايدر مان نزل سنه 2002 وخلص الفيلم من السينما ومتخرج فيلم لا ده اعتقد ده اقوى فيلم شفته في العالم وفي حياتي ومش هشوف حاجه كده. لا مفيش حاجه كده بقى، مفيش كده. انا كنت من ضمن الناس دي جدا، وخارج من فيلم اللي هو لا انا عايز احجز تذكره عشان اخشه تاني، وكنت فعلا متكيف منه قوي، وكنت شايف ان توبي ماجواير وحتى يومنا هذا توبي ماجواير هو افضل سبايدر مان. مفيش حد عارف يقدم دور الشاب النرد قد بيتر باركر بنفس البرود والتناحة، وفي نفس الوقت هو سبايدر مان على اعلى مستوى. ده طبعا ما بيقللش من الممثلين التانيين اللي عملوا دور سبايدر مان، بس انا بقول لكم من وجهة نظري الشخصية. يعني طبعا صاحب الثلاثية بتاعت سبايدر مان اللي هو نزل اول واحد سنة 2002 وتاني واحد نزل سنة 2004، وبالنسبة لناس كتيرة جدا من محبي الثلاثية دي بالنسبه لهم الجزء الثاني ده هو اقوى جزء في تاريخ اساسا كل افلام سبايدر مان كدراما وكتمثيل وكقصه وكحبكه وككل حاجه الواحد منتظرها من السوبر هيرو بتاعه. وبالمناسبه كده على جنب يا جماعه، انتوا فاكرين ان انا قلت لكم قبل كده ان اكتر شخصيه انا بحبها كسوبر هيروز هي باتمان، وفي نفس الوقت طبعا رقم 2 ياتي بعديها سبايدر مان، بعد كده ياتي الباقي بقى مين اول مين تاني صباح الفل ما تفرقش، بس هم دول الاثنين مفضلين جدا بالنسبه لي. وطبعا جه الجزء الثالث اللي نزل سنه 2007 وكان بالنسبه للناس كتيره جدا برضو بالنسبه للثلاثيه دي بالنسبه لهم ده الاسوأ في كل الاجزاء ووحش جدا ومجلع وحش وبتاع. وانا بالنسبه لي ومن وجهه نظر احمد كمال المتواضعه جدا انا بحب الجزء الثالث جدا، وعمري ما حسيت بضيقه جدا وانا بتفرج عليه. ممكن مشهد او مشهدين تحسهم تشيزي شويه، بس صباح الفل يعني فيلم كنت بحبه جدا وما زلت بحبه جدا حتى يومنا هذا. وطبعا على جنب كده برضو المخرج للثلاثيه دي هو المخرج العالمي اللي انا بحبه جدا، هو مش عالمي واقوى مخرج في الكوكب والكلام ده، بس انا بحب ستايله جدا في الاخراج وكل افلامه بحبها. يعني مثلا هو اللي اخرج الثلاثيه بتاعت سبايدر مان دي، المخرج سام ريمي عامه، وسام ريمي برضو عمل لنا قبل كده واحد من ارعب الافلام في تاريخ السينما اول ما نزلت ساعتها، كان طبعا فيلم ذا ايفل ديد وايفل ديد 2 وارمي اوف داركنس، والافلام دي كلها كان بطولتها صديقه انتيمو بروس كامبل. وبالمناسبه يا جماعه عشان بروس كامبل انتيمو، فبروس كامبل كان موجود في كل جزء من سبايدر مان كدور كده، يعني يطلع واحد مثلا بتاع اللي هو بيستقبل الناس في الريستورنت، وممكن تلاقيه في حلبة المصارعة في الجزء الاولاني وهو بينده على سبايدر مان عشان يخش الحلبة لو فاكرين المشهد ده في الجزء الاول. وطبعا بقى يا جماعة من بعد الثلاثية اللي انا عشت معاها بتاعت سبايدر مان دي وعايزين تعرفوا عنها معلومات اكتر واكتر، سيبولي رأيكم تحت في الكومنتات لو عايزين نعملها حلقة في سلسلة الافلام اللي احنا عملناها قبل كده، واول جزء منها كان جون ويك ولغاية دلوقتي الاخيرة. يعني من بعد ما خلصت الثلاثية دي كان الواحد منتظر جزء رابع، وكانوا عمالين يقولوا لا فعلا سام ريمي وتوبي ماجواير هيعملوا الجزء الرابع، لكن حصلت خلافات ومشكلات وخناق وزعيق وكل الكلام ده، الى ان جاءت سوني تاني عملت ذا اميزنج سبايدر مان سنه 2012، وقعدوا بقى يقولوا للجمهور خلوا بالكم انتوا هتشوفوا سبايدر مان بحاجه جديده ويا نهار اسود ومهبب وهتشوفوا قصه مختلفه وكل الكلام اللي يحمسك واللي قلبك يحبه ده. طبعا كان اللي قايم بدور سبايدر مان في الجزء ده والجزء اللي بعديه اللي هو ذا اميزنج سبايدر مان الجزء الثاني هو طبعا فنان اندرو جارفيلد. ومجرد لما نزل الجزء الاولاني اللي هو نزل سنه 2012 الواحد حس اللي هو طب ايه الجديد؟ طب ما هو شاب برضه واخد نفس اللسعه
وهيتحول سبايدر مان. طب ما هي هي يا نجم. فالفيلم طبعا ما حققش نفس الايرادات بتاعه الاجزاء اللي قبل كده، والجزء الثاني عملوا نفس الغلطه بتاعه سوني واللي هي بتاعه الجزء الثالث اللي هو كان بالنسبه لناس كتير اوحش جزء، اللي هو فكره ان سوني فضلت تصر على المخرج احشي اشرار احشي اشرار كتير جدا 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 لدرجه المشاهد اللي هو لا ايه يا جماعه انتوا كده بتحوروا. حصل نفس الكلام في ذا اميزنج سبايدر مان الجزء الثاني، وده ادى ان الفيلم طبعا ما جابش الايرادات قد الجزء الاولاني، ففكسوا اساسا ان هم يعملوا جزء ثالث، وابتدوا طبعا بثلاثيه جديده مع الفنان توم هولاند اللي اكتشف وطلع اساسا من ضمن عالم افنجرز الطويل والناجح جدا اللي عملته مارفل في خلال العشر سنين اللي فاتوا. وبعد ما ظهرت الكاركتر بتاع سبايدر مان في فيلم افنجرز قالوا طب يا ترى بقى توم هولاند الفيلم بتاعه هينزل امتى، ونزل فعلا سنه 2017 بفيلم سبايدر مان هوم كومينج. والفيلم حقق نجاح عالي جدا وعجب ناس كتيره جدا، وانا شفت الفيلم وعجبني جدا برضو وكل حاجه، بس طبعا برضو ما يجيش جنب حلاوه ومتعه لما خرجت من الجزء الاولاني بتاع سبايدر مان بتاع توبي ماجواير. وجي الجزء الثاني بعديها فيلم سبايدر مان فار فروم هوم كان سنه 2018، وعملت عنه حلقه ودخلت الفيلم في السينما، ما كانش بقوه الجزء الاولاني بس انت خارج منه ما تقدرش تقول عليه فيلم وحش خالص، فيلم مسلي وجميل وعادي. ويكفي اساسا ان كان فيه الممثل اللي انا بحبه جدا جيك جيلنهال. طب ايه بقى الجزء الثالث اللي هو المفروض يتعمل؟ وطبعا فاكرين الخناقه اللي كانت ما بين سوني ومارفل، وسوني قالت لا خلاص كده سبايدر مان مش هنعملوها تاني والكلام، وخلاص الدنيا اتصافت وكل حاجه. ودلوقتي بيقولوا طبعا الفيلم اللي هينزل الجزء الثالث بتاع سبايدر مان هينزل يوم 17 ديسمبر 2021، يعني مثلا سنه وشهرين من دلوقتي. بس في ظل كل افلام سبايدر مان اللي حصلت دي، وما بين طبعا قبل ما اقول لك على الجزء الثالث واقول لك المعلومات اللي عنه، عايز اقول لك معلومه مهمه جدا 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 لكل عشاق فيلم سبايدر مان. لو انت ما كنتش شفت الفيلم ده، بس اعتقد ان الجميع شافه اساسا، ان في ظل الفيلمين بتوع توم هولاند اللي هو سبايدر مان هوم كومينج وفار فروم هوم، نزل ما بينهم سنه 2018 فيلم سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس. والفيلم ده بالنسبه لناس كتيره جدا يعتبر هو ده واحد من اقوى افلام سبايدر مان اتعملت، عشان الفكره اختلفت. الفيلم ده يا جماعه بالمناسبه انا ما دخلتوش السينما، بس اتفرجت عليه في الطياره انا فاكر جدا، وخارج من الطياره متكيف جدا من الفيلم، وخلاني اساسا بعد كده حد من صحابي قال لي ايه ده انا ما شفتش الفيلم ده، اتفرج عليه للمره الثانيه بسبب الفكره. والفيلم طبعا بيتكلم، لو انت ما كنتش شفته، بيتكلم عن طفل صغير هيبقى سبايدر مان وكل الكلام ده، وبيعدي على كل اليونيفرس بتاع سبايدر مان. بتشوف طبعا اللي هو فكره اللي هو توبي ماجواير وفكره ذا اميزنج سبايدر مان، وبتخش على العالم كل عالم من الكلام ده. وطبعا دي نفس الفكره ونفس الكلام بتاع فيلم ذا فلاش اللي هينزل بعد كده مع دي سي. فاكرين طبعا قلنا قبل كده ان ذا فلاش هيتعاون مع مايكل كيت ان هو يقوم بدور باتمان، بعد كده بين افلك، وبيقول لك دلوقتي في كلام مع كريستيان بيل وكل الكلام ده. فبصوا معايا بقى كده بتوع افلام، ركزوا معايا جدا في الحوار ده. الفتره اللي جايه في جو الكوميك بوكس ومارفل ودي سي هيبقى جو اليونيفرس، جو انك انت يبقى في مالتي يونيفرس كده في كذا عالم وبتشوف كل الكلام ده. وطبعا يا جماعه الاخبار اللي نزلت بقى لها اسبوعين عماله تنزل كل يوم، ومخليه كل يوم الجمهور عمال يتحمس اكتر واكتر واكتر، ان في كلام كبير جدا بيقول ان توبي ماجواير وافق ان هو يعمل الجزء الثالث، عشان هم هيعملوه نفس جو بتاع سبايدر مان اللي هو الانيميشن اللي هو انتو ذا سبايدر فيرس ده. وبيقولوا برضو ان اندرو جارفيلد وافق، واللي ياكد الكلام ده اكتر واكتر ان جيمي فوكس بنفسه صرح قبل كده وقال، او في خلال اليومين او الثلاثه اللي فاتوا، قال فعلا ان هو هيقوم بدور الكترو اللي هو كان قايم بيه في ذا اميزنج سبايدر مان الجزء الثاني، وقال ان هو هيعود فعلا بالفيلم بالجزء الثالث، بس مش هيبقى نفس الشكل وكل الكلام ده. وطبعا انتوا فاكرين ان الشرير ده كان الشرير بتاع اندرو جارفيلد، طب ايه اللي هيخليه يجي هنا؟ وفي نفس الوقت طبعا سمعنا برضو اشاعات على ان دكتور سترينج هيبقى برضو في الجزء ده من الفيلم، وبرضو سمعنا عن توم هاردي هيبقى برضو موجود از فينوم في الجزء الثالث من سبايدر مان. طبعا لو كل ده تحقق يا جماعه وشفنا الطاقم العمل بتاع الفيلم، وزي في الصوره دي اللي احنا شايفينها اهو، لو ده حصل وشايفين الصوره دي اهو،
بالكاست ده اعتقد يا جماعه بدون نقاش الفيلم ده ممكن يجيب ايرادات اكتر من فيلم افنجرز نفسه. ايوه اسمع مني فعلا يا جماعه، يعني فعلا فعلا سبايدر مان ده اساسا كان اكتر فيلم بيطلع فلوس لمارفل من زمان. فلك انت تخيل انك انت تجيب كل سبايدر مانات كلهم وقصه بقى هتبقى جامده مع الستايل الجديد اللي هيعملوه بتاع المالتي يونيفرس ده والكلام ده، اعتقد الفيلم ده طبعا بدون نقاش يا جماعه هيجيب فعلا ممكن يجيب اعلى ايرادات في تاريخ السينما. ما يعني ممكن الله اعلم، بس هو كده كده هيجيب ايرادات يعني كده. وبرده للناس اللي بتحب سبايدر مان زي، مش عايز احمسك قوي لان برده سوني ردت على الكلام ده وقالت في اشاعات بتقول لا ما فيش الكلام ده، بس تحسهم هم بيقولوها ايه اللي هو ايه في، بس انا مش عايز اقول دلوقتي ماشي، اللي هو جو نو كومنت، وتاني يوم يقولوا لا مش هنكومنت، كي يقول لا 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 ما فيش الكلام ده. انا كواحد بتفرج وواحد بحب الافلام جدا يعني تاخد رايي انت شايف ايه يا ابو حميد هيحصل ولا لا، هقول لك هيحصل لان مفيش دخان من غير نار يا معلم. لان برضو شفت جيمي فوكس منزل صوره على انستغرام في يوم الثلاثاء سبايدر مان، برضو حاجه غريبه فكره برضو ان جيمي فوكس ان هو يصرح ان هو رسميا هيبقى في الجزء الثالث، دي برضو حاجه تخليك تتاكد من حاجه زي دي. وخاصه برضو يا جماعه بيني وبينكم برضو توبي ماجواير هو قاعد في البيت، يعني برضو مش عايزين نحور، نجم كبير ومعاه فلوس ممكن يشتري بيها بلد، معاك يا باشا في كل اللي انت بتقوله، بس هو برضو اكيد لو جاله عرض زي ده وان هو يقوم بدور سبايدر مان تاني بفلوس حلوه جدا اعتقد ان هو هيوافق، ده غير اساسا ان الفيلم جامد جدا والفكره جامده جدا. فاعتقد يا جماعه ان الحوار ده هيحصل، افتكروا كلامي والله اعلم ممكن في الاخر ما يحصلش يعني، بس انا بفضفض معاكم زي ما احنا متعودين على طول. ونيجي عند سؤال الحلقه بالنسبه لي ليك حاجه مهمه جدا، ايه اكتر اجزاء او اكتر 3 افلام بتحبهم لسبايدر مان؟ ممكن تاخد لي من ده وممكن تاخد لي من ده وممكن تاخد لي من ده عادي صباح الفل ما فيهاش اي مشكله، بس سيب لي مين اكتر 3 بتحبهم. وسؤالي برضو ليك، مين اكتر ممثل انت شايفه من توم هولاند او توبي ماجواير او اندرو جارفيلد، هم دول من الثلاثه مين اكتر واحد اقنعك بشخصيه بيتر باركر وسبايدر مان؟ سيب لي رايك تحت في الكومنتات. وبرضو السؤال الثالث ليك، هل انت متوقع هيعملوا الجزء ده ولا لا ومجرد بس اللي هم عايزين يعملوا الاتنشن بس ليهم الكلام ده، بعد ما طبعا كانت دي سي واخده الاتنشن بقالها اكتر من شهرين بحوار ذا فلاش ومايكل كيتن وفال كيلمر وممكن يجيبوا جورج كلوني وبين افليك وحاجات كتيره جدا سمعناها في خلال الفتره اللي فاتت. سيب لي رايك برضو تحت في الكومنتات. ولو عجبتك طبعا الحلقه دي عايزك تدوس لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره، وعايزك تشارك على انستغرام بيج وفيسبوك بيج وتدوس على جرس التنبيهات عشان تجيلك الحلقه اول باول. واحلى مسا عليكم بسبب فكره ان مين يا اسطى مين مش انس 3 3